لكن احنا ايضا عندنا معاناه، عندنا اكثر من 27 مركز بيطري انغلقت نتيجه نقص الاطباء، طبعا هذه اثرت تاثير كبير، عندنا نقص كبير حاد جدا في الاطباء البيطريين، هذه اثرت، لذلك كان عندنا مطالبات في مجلس الوزراء ومطالبات في جلوسنا مع اللجنه الماليه ان نثبت الاطباء البيطريين اللي مشمولين بقانون التدرج الطبي. اليوم عندنا اكثر من 4000 طبيب حقيقه حرموا طيله السنوات الماضيه ومع العلم مشمولين بقانون التدرج، لذلك كنا نطالب طيله الفتره الماضيه بتثبيتهم، اولا استحقاق لهم، وثانيا لحاجتنا لهم في مستشفياتنا ومراكزنا. راح يتم تثبيتهم ان شاء الله، يعني املنا في على الموازنه، في نعم في الموازنه، لان احنا ذكرناهم في مجلس الوزراء. السيد رئيس الوزراء اوعز بتثبيت نصفهم. وزاره الماليه شو اللجنه الماليه بجلوسنا وياهم اوعدونا انه يثبتون ذول ال 4000 كلهم لانهم اقل 3000 وعدد. الان في عهده اللجنه الماليه ومجلس النواب ان شاء الله نامل ان يثبتون حتى حقيقه يعني خلي يسمعون مثلا الاطباء البيطريين من خلال البرنامج. والله احنا مطالبه لحد اخر لحظه مع اللجنه الماليه، والاخوه في اللجنه الماليه جدا مهتمين بهم ان يثبتون، واملنا ان شاء الله يصوت عليهم مجلس النواب حتى يثبتون ان شاء الله.